بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم متابعي الكرام في كل مكان، نسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة. من هنا من ميدان الوغن لسباقات الهجين العربية الأصيلة، حيث ينطلق شوطنا الأول الخاص هنا بالبكار الفطابين نجوم المستقبل في يوم الأحد الخامس من شهر 3 لعام 2023 للميلاد، مع هذه الأجواء الضبابية لنبدأ مع مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى والمركز الأول والقيادة الأولى في هذا المسار وفي هذا الاندفاع. يأتي هناك شعار سعود بن محمد بن سعود الحرسوسي، بينما هناك القدوم والتواصل من العنود لعويص بن حمدان بن محمد الدرعي، والتواصل أيضا في هذه اللحظة والقدوم أيضا من الشاهنية لمحمد بن علي بن عيل المنهالي، ورابع الأسماء التواصل هناك من تغرير لحميد بن سالم بن عبد الله الجنيبي قادم في هذه اللحظات مقدما لنا تقرير في هذا المسار وفي هذا الاندفاع. الشوط الأول هنا يأتي بهذه الأسماء، نعود إلى مقدمة هذا الشوط إلى حدث ولكن هناك تسللات من الشاهنية. يتواصل شعار بن عيل يقدم لنا الشاهنية محمد بن علي بن عيل المنهالي، ولكن هناك تغرير قادمة بشعار بوتميم، يتقدم حميد بن سالم بن عبد الله الجنيبي، ولكن هناك لا زالت حدث هنا تقدم هذا الأداء، تقدم هذا الانطلاق، تقدم هذه الاندفاع دفاعها الأولى والانطلاق الأول. سلام حدث سلام تهانينا والناموس لسعود بن محمد بن سعود الحرسوسي هنا، من خطف ناموس هذا الشوط الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، سعود بن محمد بن سعود الحرسوسي. بينما المركز الثاني كانت هناك شاني لمحمد بن علي بن عيل المنهالي، وثالث الأسماء تقرير لحميد بن سالم بن عبد الله الجنيبي. إذا تهانينا والناموس لمالك حدث سعود بن محمد بن سعود الحرسوسي على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني كان أيضا هناك دقيقتين 13 ثانية 84 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.